يعني في حياتي أنا شفت حبة الدلع من الداخل باللون الأحمر اللي تعرفه أنت وبلون واحد آخر خمو في عمليه. البداية تاعي كانت كوميديا فاشلة، ريحت فيها 3 سنين وما مشاتش، ومع الوقت في 2019 بدلت المحتوى للمحتوى شوية جاد على اليوتيوب، نعمل فيه مواضيع اجتماعية سيونتيفي كلش. ومن بعدها في 2021 درت تيك توك ودرت أمور تاع الغاز وحوايج هكذا علمية صعب ونطرحهم بطريقة هكذا شغل تخدم العقل. هذه تقريبا أول فيديو لي جاب لي 400 مشاهدة، كان في 2016. هذا الحوايج حبيت باش نخلي المشاهد ماشي لازم يبقى غير يكونسومي في الكوميديا ولا يكونسومي غير هكذا في الأخبار هكذا، يعني نعطي له فيديو إذا شافه هكذا ماشي راح ينساه، يعني هكذا يخدم عقله شوية يحرك شوية المخايخ. حكاية تاع تخدم لك عقلك، مثلا نشوفو لي كولور، كي نشوفو مثلا لون أزرق حنا رانا نشوفو في انعكاس فيه داخل الراس تاعنا، يعني انت لا كولور الزرقاء اللي راك تشوف فيها هذيك هي، ولكن شكون قال لك بلي انا راني نشوف في نفس الزرقاء هذيك؟ يعني نقدر نكون نشوف في كولور خضراء واني مسميها زرقاء انا، بالرغم من انها في زوج نعيطو لها زرقاء، ولكن انعكاس في عيني وفي عينك ماهوش كيف كيف. يعني اعطيكم مثال يبسط، تفاحة خضراء، شكون قال لك اللون الاخضر اللي يخرج في عيني هو نفسه اللي يخرج في عينك؟ برغم من انه نفس الشيء يخرج زوج. نعطيكم مثال صغير نصر علي، كي كنت صغير جاني عمل الالوان في اللون الاحمر، جاني مؤقت. يعني في حياتي انا شفت حبة الدلع من الداخل باللون الاحمر اللي تعرفه انت وبلون واحد اخر، يعني نفس الحاجة شفتها بزوج الوان. احسن صانع محتوى بالنسبه ليا كاينين بزاف، مثلا كاين خوبي، كاين مراد أودية، كاين ثاني بلال فاضلي. بلال فاضلي نقول له كم ضحكنا هذا مكان. في الانستغرام عندي 125,000، وفي تيك توك تقريبا 700,000، وفي اليوتيوب عندي 300,000. لازم نأثر، وهذا هو الهدف اصلا، حاب اخلي الناس شويه يخدموا عقولهم، يعني ناثر فيه بطريقه ايجابيه. انا يجوني رسائل بزاف يقولوا لي باللي رانا نستفادوا، واحد يقول لي وليت تخمم لوجيك، واحد يقول لي وليت هكذا نقدر يعجبني العلم مثلا من هذا الستيل. انا شخصيا ندخل صفر منهم في زوج. لا لا نقدر نقول لك شحال، يعني الماكسيموم اللي نقدر نلحقو ماكسيموم مره شهر معمر دخل لي واحد 4 ملايين دراهم، 4 ملايين سنتيم برك، 4 ملايين سنتيم مش دينار سنتيم. الجوالات انا بالنسبه لي ما انتريسيونيش، لانه مانيش حاب نطرطق البيض على راسي مثلا كي نخسر، ما عندهاش فايده انا بالنسبه لي، ان هي سواء نفيدك سواء ما نديرش، هذه هي. كل واحد حر، يعني هذه ليماج تاعو هو، اذا حب يبقى للابد دير في بالك بلي التاريخ بكري كان هكذا في الكتب ومنا وكانوا يبانوا الناس معروفين دوك بكري، ولكن درك التاريخ هذا هو، يعني منا على 200 سنه هذا هو واش راح تخلي. اذا بانت لك بلي هذه تقدر تخليها للاجيال القادمه كمل فيها. بعد 10 سنوات يعني كنهضروا على صناعة المحتوى، تبان لي بلي رايح حاب ندير كيما مثلا أحمد الشقيري، يعني أقدر نتحرك أقدر في الموند وندير أقدر معلومات من بلايص بزاف، يعني متوسعة أقدر. نسبة الجمال تاعي 4/10، واحد في اليوتيوب هكذا يدير تاع نسبة الجمال، درت له دوموند هكذا قلت له قيمني، قال لي 4/10، من ثم وانا داير في بالي بلي انا 4/10. مجال التمثيل والله لو كان يديروا مثلا افلام رعب والله يقدروا يديروا لي ماكياج، انا وجهي اصلا يقدر يولي يخلع تما لو كان، ولكن الله غالب مازال ما شفناش افلام الرعب. كان يديروا لي مثلا
هذاك واحد ريش هكذا وعطاو له الدراهم دارهم وهو يبان متكبر هكذا ثم نقدر ليماج تاعي هكذا تقدر تمد هذاك الانطباع لا فاليز والله ما نعرفش المثل لا يديروني نخلع برك اول مره جي صار مع انسان في 2016 طفله صغيره حسيت روحي حاجه كبيره ولكن من ثم زاد صور معي حتى وعد حتى 2019 ولا 2020 المتابعين نقول لهم ديما اللي نقول لهم في اخر كل فيديو ديما نقول لهم بلي خموا فيها مليح